يا شباب يلا من جديد نرجع اسرع بالحركه. معلش تعذرت على التاخير. يلا يلا انضم اسرع. مازن هلا. الحين لا صار عندي رياقه مراوغه اسرع بديها. وش ينفعني المراكز؟ انا احس جناح كويس. وش رايك انت؟ اي ما عليك. والله اني متوقع انك بتقول ايه. المشكله يا اخي المدرب حاطني ظهير لكن بكلمه اليوم يحطني جناح. اللي يعجبك. كويس يعطيك العافيه. يلا شباب التركيز يا شباب، هذا اهم شيء ابغاه في المباراه، التركيز. ندور المناطق الفاضيه وننتقل لها عشان نسجل. تمام تمام. بعدين ترك انت فيك ترك خانتك رايح قدام وسام. ما لي شغل. مازن قال لي. شو مازن يا اخي؟ مين اللي يعطي الاوامر، انا ولا انت؟ لا طبعا انت استنى. ترجع لخانتك مفهوم؟ ابشر. يلا شباب يلا عمبارة شدوا حيلكم. ناول مشاري ناول مشاري. لا لا يا اخي ايش فيك؟ المفروض تناولها لي من اليوم قبل صايح. ناول مشاري ناول مشاري. ايش فيك؟ بعدين هنا مكان للمهارات مو لاستعراضك اللي انت حاب تسويه. مازن تعال. حكم تبديل. مازن اسمع الكلام والتوجيهات اللي تقولها لزملائك في الملعب هذه يقولها المدرب ما يقولها اللاعب. كل واحد يعرف حدوده وصلاحياته في الملعب. فاهم؟ فاهم. ويني تأخرت؟ أبد والله، خلصت المباراة ورحت أتمشى شوي. كيف المباراة؟ شكلكم خسرتوا؟ لا ما عليك ما خسرنا، لكن ما كانت بالمستوى المطلوب، بس عدينا وفزنا. المهم الحين كيف جدي؟ نايم كان ينتظرك، بس أنا طولت وعطاني ورقة المواد حقت المستشفى وصلها لك. وقت الأكاديمية؟ إيش فيه الولد؟ مازن ما جاء اليوم، شكله زعل من كلام الكابتن أمس. أصلاً حل عادي أحسن يستاهل، لأنه أمس مسوي فيها البروفيسور وأنا اللي بتشطر عليكم وهو أصلاً طالع منها. وبعد أنت شفيك اليوم زعلان؟ يا أخي أنا كم لي ما شفت أمي، أبي أشوف أمي. أفا لا لا ما عليك، تجهز والحين إن شاء الله نروح. والله يلا والله مش هيني. ياه يا مشاري لو تدري قديش كنت مشتاق لأمي. تركي تعال. سم منو هذا؟ هذا خوي مشاري. طيب معليش على السؤال، أبوك يدري إنك جاي هنا؟ لا بس تكفى أتعلمه. أبشر أبشر ولا يهمك، خلصنا عند خويك الحين واستانسوا بوقتك. تراك لهفت نعنب كله.